كل عجم في سبيل. الحاجة الأولانية أنا مقتنع ومقتنعين احنا في النهضة اللي رانا محناش نخدموا على الرجوع لما قبل 25 باه أكوردو بالمحافظة على الناس اللي كانت موجودة هي تسير قبل 25 واقفة من البلد مش واقفة ديجا قدم مشينا معنا يعني شوط في الاثنية صحيحة والاثنين غلطة مشينا قدمنا الحاجة الثانية احنا نشتغل كنا نشتغل في الحقيقة على البحث على منطقة مشتركة مع رئيس الجمهورية ومنطقة مشتركة مع بقية الأطراف داعمة ولا مش داعمة ليه والانقلاب بصفة عامة واللي وقع هو انقلاب بالنسبة لنا احنا الانقلابات راهي تغير البنية نتاع الدولة في حد ذاتها أو يمكن أن تؤدي إلى تغيير بنية الدولة مش فقط باش تغير شوية في النظام السياسي ولا حاجة ويمكن ثم قوات تردم جملة وتخرج من التاريخ وثم قوى أخرى تظهر اللي يحصل لكل حال لحد الآن احنا الجديد مريناش شنو ما ثماش الملامح نتاع الجديد شنو بالك شيخ خاطرك انت قديم ما تنجمش تعرف على الجديد لا مش هذا ليس من لا ليس استاذ عاجبي كان تسمح خلي كمل خلي كمل خلي كمل طنجيكا نكمل فكرتي الفكره تاعي معناها اليوم اللي حكاية بكري صلاح قد يتطلب الامر وجود حشد شعبي والا حزب بروليتاري والا معناها يعني لجان ثوريه معبأة تعبئه شامله كامله ملتفة حول زعيم وعندها شعاراتها واضحه برنامجها واضح والبلاد هذه تولي متزعمة للقوى المناهضة الإمبريالية في العالم يولي عندنا كاسترو في تونس ولا عندنا شافيز ولا عندنا شافيز فهمتني وجميع القوى لازم تعدل ساعتها على هذا المعطى الجديد احنا اللي ريناه شيء اللي شفناه انه رئيس الجمهورية خذا كل السلطات وحتى الناس اللي ايدوه ومشاو معاه قال انتهازيين ولوجوا على الكراسي وناس كذا ما خلينا من الاخرين ذاك اللصوص وقطعيه وبيوعه وما الى اخره الى اخره معناها باش ندخل المرحله الجايه مرحله المحاكمات السياسيه بسبب معناها المواقف ولا بسبب معناها حتى التدمير معارضه يعني هذا في حد ذاته ما هوش حاجه مطمئنه لانه تصحيح المسار رافضينه انصار تاع القيس سعيد في المجمع رافضين حتى كلمه تصحيح مسار اعتبروا تاسيس مسار مش تصحيح يعني شويه عليهم مش بعيد على بعض ايه نعرف النقاشات اللي موجوده حتى انا متابعها ونعرفها شنو فهمتني معناها وفي النهايه لما تشوف شنو الهدف حل برلمان حل بلديات حل برلمان حل بلديات وقعدنا في في في, في المستوى هذاك هو من البرلمان مجمد شنو هو الافاق الجديده التي فتحت للبلاد منذ 25 الان تعمل هو الامر نتاع 117 امر 117 اعطانا وضع تنظيم مؤقت للسلطات عزز السلطات نتاع رئيس الجمهوريه والصلاحيات اللي هو كان بامكانه يستفيد من الفصل 72 ويفعل كما جاء في الدستور الفصل 80 ويعمل اشياء خارق العاده معناها هو يلقى حولها اجماع ويلقى الناس كل اللي معاه مؤسسات وسلطات ومعناها احزاب ومنظمات ومجتمع مدني والشعب الكريم الناس كل اللي معاه الشباب وغيره قلت احنا نبحث على منطقة في اعتقادي الشيء الوحيد اللي نجمو احنا تو الان نشاركوا فيه ما زلتوا تبحثوا على منطقة مشتركة مع الرئيس العاجل لا على كل حال في لا بار دي شوز فهمتني معناها انا واحد من الناس ماذا بيا لو انه غدوة سي محسن ماذا بيا غدوة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي يراوغوك ويراوغونا ويدربوا بينا الناس الكل ويعطيه لتونس ماذا بيا انا غدوة معناها الامارات والسعودية معناها الاشقاء الاعزاء يكونوا اسخياء مع تونس ويخرجونا من الوضع اللي احنا موجودين فيها، رغم ذلك لن يمثل ثوره على الاقل لا مشكل على اي على الاقل المنظور اللي دافع عليه صلاح بكري معناها هربنا من القطره جينا تحت الميزان، معناها يعني من اللي كنا ربما باش تبديل للوجهه معناها وتموقع استراتيجي جديد يحط تونس في مدار المقاومه وفي مدار معنى زعامه تبعيه لدول اخرى هذا والعالم الخلفيه والمناهضه للعولمه كذا كذا معنا والدول تدافع على غيرها باش نلقاو روحنا تقريبا عملنا خطوه وخرنا التالي دخلنا مش تحت الوصايه نتاع معناها الكبار تحت الوصايه نتاع صناع فهمتني تحت الوصايه نتاع العباد تعمل في المناوله لفائده هؤلاء وهذه وقتها نقول يا خيبه المسعى شنو المطلوب تو؟ خلينا نعرف احنا رانا في مرحله انتقاليه فرض الامر الواقع فرض كذا انقلاب الى اخره هي مرحلة انتقالية والمراحل الانتقالية لا تكون مفتوحة هي مراحل محددة بالزمن وبالتالي لابد من تحديد متى تنتهي المرحلة الانتقالية والمرحلة الانتقالية هي ساعات ناس تعمل حكومة للمرحلة الانتقالية وأغلب الأحيان حكومة المرحلة الانتقالية
تتحدد طبيعتها حكومة إنقاذ، حكومة وحدة وطنية، حكومة تكنوقراط، حكومة كذا، وتبدأ غير معنية بالانتخابات. ما عندهاش الرهان الانتخابي، مش معنية به، إنها يمكن تنظم انتخابات، تنظم انتخابات. مرحلة الانتخابية ينبغي أن تتوج بانتخابات. انتخابات تكون في موعدها هذاك، تكون تتقدم شوية كذا، لكن إن شاء الله ما يكونش معناها بسبيل معناها إنقاذ الدولة، وبسبيل معناها يعني منع وبسبيل التحصين وبسبيل كذا، يولي حتى عام 24 مش كافي للدبير الاستثنائية، تتواصل الفترة الاستثنائية إلى 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 ما لا نهاية. خاصة أصحاب المشاريع الكبرى ما يكفيه دورة واحدة ولا تكفيه فترة نتاع أشهر قليلة، وهو صاحب مشروع يمتد إلى كذا، ولهذا غدوة يعني المهم بالنسبة لكم سي العجمي اليوم مسألة التسقيف، حتى كان يقول رئيس الجمهورية في 24 مسألة أساسية لا مجال للنقاش فيها. اثنين، أكيد اليوم واضح أن سيتم تعديل للدستور وسيتم تعديل للقانون الانتخابي، وهذا ينبغي أن يتم بطريقة تشاركية، ما هوش لا في الغرف المظلمة ولا في البرج العاجية ولا في قصر قرطاج ولا في غيره. هذا معناها ما كانش باش تزيدوا توغلوا في الأزمة. خلينا نجيك بالنسبة للتعديل، تعديل الدستور معناها في تقديري معناها مهم، وإحنا الآن منفتحين في النقاش علي مع النظام الرئاسي وعلي مع النظام البرلماني وعلي مع النظام كذا وعلي يحب يعدل معنا الباب نتاع السلطة التنفيذية وغير هذا، الكل نراه بالآليات الدستورية وبالطرق الديمقراطية وبالتشاركية أمر مشروع وجائز. القانون الانتخابي وأنا أثور لهذا باش يلقى فيه معنا قيس سعيد ناس تشترك ما في حاجة، أما بالنسبة للقانون الانتخابي التصور اللي مقدمه هو هذا النظام المجالي من غير ما نعمل يعني نسبق ونعمل مصادرة على المطلوب، هذا في اعتقادي لن يمر. علاش؟ سبب بسيط، لأنه احنا الآن عندنا عود باش ندعم سيادة الدولة واستقلال القرار ومعناها والسيادة الوطنية، راهو قاعد يصير تبديل هيئة الدولة بالتدحرج. نعم، قاعد يصير تبديل هيئة الدولة بالتدحرج وبدون أي مشروعية ولا شرعية إلا بالموقع، أنه موجود في الموقع الذي يخول له إصدار الأوامر والمراسيم وكذا، سنقرر نغدو قدام دولة أخرى. وهذا اللي ما يجيش يكون بقرار شخصي من شخص مهما كان هو، لأنه الدولة هذه عندها تاريخها وعندها قوانينها وعندها مواميسها وعندها مصالحها وعندها معناها كذلك معناها توقعها وكذا.